مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في موجزنا الإخباري هذا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن رفضه التفاوض مع الفلسطينيين على أساس حدود العام 1967، ومبعوث السلام الأمريكي جورج ميتشل ينهي زيارته للمنطقة من دون أن يتمكن من الإعلان عن اتفاق على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مصادر فلسطينية تقول إن الولايات المتحدة أبدت انفتاحاً على الاقتراح الفلسطيني في شأن إعلان اللجنة الرباعية الدولية مرجعية المفاوضات مع إسرائيل على أساس بيان اللجنة الصادر في 19 من آذار مارس الماضي. قمة ثلاثية في القاهرة الخميس تجمع الرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وزير الأوقاف المصري يقول لمعارضي زيارة القدس إلا بعد تحريرها إن كل ما يخشاه هو ألا يجدوا وقتها ما يزورونه. وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي يؤكد بعد لقائه الرئيس بشار الأسد في دمشق لزعيم حركة حماس خالد مشعل والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح في السفارة الإيرانية استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية. رئيس أركان الجيش العراقي يقول إن بلاده تحتاج للقوات الأمريكية حتى العام 2020، وواشنطن تؤكد من ناحيتها أنها لن تبقي في العراق بعد 2011 سوى عدد ضئيل من جنودها. المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بالمار يطلب من السلطات اللبنانية تسليمه القرائن الموجودة لدى حزب الله عن اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. هيئة محلفين عسكرية في سجن غوانتانامو الأمريكي تقضي بالسجن 14 سنة على السوداني إبراهيم أحمد محمود القوصي الذي عمل حارسا شخصيا وسائقا وطباخا لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. أخيرا في هذا الموجز، علماء أثار بريطانيون يكتشفون أقدم منزل في بريطانيا يعود عهده إلى ما قبل 10500 سنة عندما كانت بريطانيا متصلة بأوروبا. لتفاصيل هذا الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.